لا موازنة من دون اتفاق. أربيل تضع عراقيلها أمام تمرير القانون، والبيت التشريعي ينتظر تحديد موعد التصويت. بأقل من 12 دولار، العراق يجود بنفطه للأردن، وعقود الإقليم مع تركيا توقف تصدير الخام عبر جهه. لإيقاف تمدد الجفاف، الموارد تكشف عن زيادة إطلاق الحصص المائية من تركيا، وفلاحو النجف الأشرف يطالبون بإنقاذ أراضيهم. تتابعون أيضا في نشرتنا ضربة جوية عراقية تجهز على 4 إرهابيين في جبال حمرين، والاستخبارات تطيح بإعلامي داعشي في الأنبار. من العناوين إلى تفصيلات النشرة، أهلا بكم. عطلت الخلافات السياسية بشأن حصة إقليم كردستان العراق إقرار البرلمان لقانون الموازنة العامة. فبالإضافة إلى حصة الإقليم، كشفت اللجنة المالية النيابية عن سببين أخرا إقرار المشروع. وقال عضو اللجنة جمال كوتشر وأكد أن سبب تأخر إقرار الموازنة هو المناقلات في أبواب الصرف بين الوزارات والمحافظات. أضاف كوتشر إنه بحسب المصادر التي حضرت اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الأخير، فإن الحكومة غير راضية من التغييرات التي قامت بها المالية البرلمانية على الفقرات الخاصة بالإقليم والاتفاق بين أربيل وبغداد بشأن النفط وعائداته. في الأثناء، أكد عضو مجلس النواب النائب باسم الغرابي أن إدراج مشروع قانون الموازنة العامة على جدول أعمال البرلمان ينتظر الاتفاقات السياسية. وقال الغرابي أن إجراءات اللجنة المالية بشأن حصة الإقليم قانونية ولا يمكن الاعتراض عليها، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تترجم اتفاق بغداد وأربيل ليكون ملزما. الغرابي أشار إلى أن تحسس الديمقراطي من تعديلات مالية نيابية يثير الشكوك حول التزامهم ببنود اتفاق بغداد وأربيل. أكد الاتحاد الوطني الكردستاني أن معظم الأحزاب الكردية تقف بصفه فيما يخص الموازنة وعائدات النفط. وأكد الحزب أو المسؤول عن الحزب غياث السورجي خلال حديثه لرابعة أنه لا وجود لأي تقارب أو حوار مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. مع شديد الأسف هناك تشتيت أو انقسام بين الأحزاب الكردية حول مسألة الميزانية والمزيد من المسائل في حكومة المركز. واستطيع اقول معظم الاحزاب الكرديه معنا، يعني مع الاتحاد الوطني الكردستاني بخصوص مساله الموازنه والمسائل الاخرى، يعني العلاقات مع بغداد وتصدير النفط وبيع النفط وعائدات النفط. حاليا نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني مع متطلبات الجماهير اقليم كردستان. مع الشديد الاسف هناك خلافات بيننا وبين حزب الديمقراطي الكردستاني، وطبعا كما تعلمون احنا قاطعنا فعاليات ونشاطات واجتماعات الحكومه، يعني ممثلين في حكومه اقليم كردستان، يعني هذه القطيعه دامت تقريبا اكثر من 6 شهور بيننا وبينه. تعطيل للموازنة، هكذا يتهم الحزب الديمقراطي بسبب اعتراضه على تعديلات اللجنة المالية الخاصة بحصة الإقليم وتعطيله للموازنة، فيما تعد أربيل هذه التعديلات التفافا على ورقة الاتفاق السياسي. بحضور متكرر تدخل الخلافات الكردية الاتحادية كضيف ثقيل في المشهد السياسي لتعطل بذلك أهم القوانين المنتظرة، وهو الموازنة المالية، بعد أن تعارضت تعديلات اللجنة المالية النيابية مع رغبات الحزب الديمقراطي الكردستاني. أوساط سياسية بينت أهمية الوصول إلى حلول تنهي المشكلة الأزلية بين المركز والإقليم. الموازنة معطلة لأسباب معينة، يعني نعرفها، يعني احنا الموازنة معطلة خلاف بين حكومة كردستان وحكومة الاتحادية فيما يخص التخصيصات المالية، تصدير النفط، الثروات الطبيعية، وهاي المشكلة هي أزلية، يعني في كل إقرار موازنة آخر لمسات هي تبقى مشكلة كردستان.
أعتقد الحلول المنطقية لهذا الحل الجذري لهذه المشكلة هي إقرار قانون النفط والغاز حتى الأمور تسير بشكل صحيح. خلافات ترى فيها قوى أربيل التفافا على ورقة الاتفاق السياسي داخل تحالف إدارة الدولة قبيل تشكيل الحكومة، والتي كانت الموازنة المالية أحد أركانه الأساسية، بينما ترى أوساط سياسية النقيض من ذلك كون التعديلات هي فنية فقط تنصب في صالح الشعب الكردي. الاتفاق اللي حدث في إدارة الدولة هو يعني اتفاق يشمل الموازنة، كانت الموازنة يعني أحد النقاط في الاتفاق، لكن تعرفون أنه مجلس النواب والنواب يعني لديهم صلاحيات في تعديل القانون، قانون الموازنة. عندما أتى قانون الموازنة من الحكومة كانت يعني الصيغة الحكومية لقانون الموازنة، لكن بعد أن ناقشت اللجنة المالية البنود الخاصة بالموازنة تم تعديل بعض فقرات. وضمن مستجدات حراك الموازنة المالية والخلافات السياسية بشأنها تذهب المعطيات إلى إمكانية الرجوع عن التعديلات إذا ما أخذت السلطتان التنفيذية والتشريعية ضمانات من أربيل لتسليم المستحقات المالية إلى بغداد. ومع تقلص المساحة التشريعية لفصل مجلس النواب ينتظر مشروع قانون الموازنة المالية إرادة سياسية لتمريره بعد أشهر طويلة من التعطيل. مصطفى الوش، الرابعة، بغداد. سجل خام البصرة خسارة أسبوعية بعد سلسلة انخفاضات شهدتها الأسعار الأسبوع الماضي، وارتفع خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له حيث بلغ $2.34 ليصل إلى $70.40، إلى أنه سجل خسارة أسبوعية بلغت $1.63 بما يعادل 2.26%. في الأثناء أعلنت شركة تسويق النفط سومون أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ $59.55 خلال شهر أيار الماضي. وقالت سومو في إحصائية على موقعها أن مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر أيار الماضي بلغت 256,974 برميل، مبينة أن معدل التصدير بلغ 8,000 برميل يوميا، مشيرة إلى أن قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت $15,300,000. يواصل العراق تكبد خسائر اقتصادية جراء توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركية، ذلك في وقت أكد مصدر نيابي أن الحكومتين العراقية والتركية لم تتوصلا إلى اتفاق جديد بشأن استئناف تصدير النفط. وقال المصدر أن الخلاف تتحمله حكومة إقليم كردستان العراق بسبب عقوده المبرمة مع الحكومة التركية والتي تمتد ل50 عاما، مبينا أن أنقرة مديونة لبغداد بأموال وتريد أن تتولى أربيل تسديدها بدلا عنها، والمشكلة باتت تتعلق بمن يسدد الأموال. يقترب قانون النفط والغاز من التشريع داخل قبة البرلمان بعد توافق إدارة الدولة على إقراره، إذ يعول هذا القانون في تقليل الخلافات العقيمة بين المركز والإقليم. توجه برلماني لتمرير قانون النفط والغاز الذي سينظم العلاقة النفطية الشائكة بين سلطتي الإقليم والمركز. ائتلاف دارة الدولة اتفق مبدئيا على إقراره قريبا، مع تأكيد لجنة الطاقة النيابية على مناقشته وإرساله لرئاسة البرلمان. سينظم الإدارة وينظم العوائد النفطية ليس فقط لإقليم كردستان وإنما للمحافظات كافة، بالتالي نحن مع إقرار هذا القانون مع تشريعه. لجنة النفط والغاز شكلت يعني لجان فرعية أيضا لمتابعة قضية التشريعات النفطية ومنها قانون النفط والغاز. وفي إطار الإصرار على إدراج القانون في جدول أعمال جلسات البرلمان المقبلة، ثمة تفاؤل من نواب إقليم كردستان على أن القانون سيقلل من الخلافات على ملف النفط الذي بات مثار جدل مؤخرا بين إدارتي بغداد وأربيل. نتمنى أن هذا القانون، مشروع لقانون النفط والطاقة،
أن تخدم يعني كلا طرفين، طرف الإقليم والحكومة الاتحادية، حتى يعني نقضي من هاي المشاكل اللي تكرر كل 4 سنوات كل سنة في توقيت لتصديق مشروع قانون الموازنة. ويرجع نواب تعطيل القانون منذ عقدين تقريبا إلى غياب الإرادة السياسية، إلى جانب استفادة بعض الجهات من عدم إقراره الذي يتيح لها التلاعب بالإيرادات النفطية بغير رقيب. ويقول المراقبون أن التصويت على قانون النفط والغاز يحتاج إلى إرادة سياسية، خاصة بعد الخلافات التي دارت بين الإقليم والمركز حول آلية بيع وتصدير نفط كردستان. من العاصمة بغداد، فقار فاضل، الرابعة. تتصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار الوقود نتيجة العجز المالي الذي وصف بالكبير في الموازنة، وسط دعوات لدعم القطاع الخاص والسيطرة على ضخامة الإنفاق الحكومي. من جديد يعود الحديث عن احتماليات رفع الدعم عن الوقود بسبب العجز المالي الكبير في الموازنة، وهو أمر سيزيد من معاناة المواطنين بحسب خبراء اقتصاد وبعض أعضاء مجلس النواب الذين أشاروا لضرورة تطبيق سياسة مالية مدروسة ومحكمة بعيدا عن السعي لزيادة أسعار الوقود أو الطاقة الكهربائية. عندما يذهب السيد السوداني أو مجلس النواب العراقي لإقرار هكذا رسوم أو هكذا زيادة ضرائب على المحروقات، ستكون هناك ردة فعل غير محسوبة للشارع العراقي، ولا سيما نحن في فصل صيف لاهب. أتمنى من اللجنة المالية أنه تراعي الوضع العام للشعب العراقي. الوضع العام سيء أخي العزيز، الدولار مرتفع، أثر على الغذاء، أثر على وضعية المواطن. كان المواطن كان 120 ورقة يقدر يأكل يشرب يشتري. دعم القطاعات الخاصة من خلال دعم الوقود والسلع الرئيسية، فذلك سيوفر فرص عمل للمواطنين ويخفض البطالة، فالسيطرة على ضخامة الإنفاق الحكومي ليس بالضرورة أن يمر عبر رفع الدعم، إذ إن هناك حاجة ملحة لخطة آنية وطويلة. يجب أن يكون هناك توجه لإعادة فتح المصانع، لتفعيل قطاع الاستثمار، لقطاع الزراعة. هناك يعني إمكانيات كبيرة وخطط كبيرة لغير هذا القانون أو لغير هذه العبء الإضافي على المواطن. هناك مجالات كثيرة ممكن أن ترفد الدولة. ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات مشكلة تعانيها أغلب دول العالم، ووفقا لصندوق النقد الدولي إن أسعار الوقود في العراق معتدلة مقارنة بدول العالم الأخرى، ومن تلك الحيثية تتجه الدعوات للجهات المعنية بالضرورة الحفاظ على دعم الوقود وعدم تقليصه أو رفعه. من بغداد، حيدر نصيف، قناة الرابعة. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني أن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها النهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي العراقي. السوداني وخلال استقباله وفدا من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة الديوانية أكد أن أعمال الحكومة بدأت تتضح ملامحها من خلال الذهاب نحو المشاريع الاستراتيجية التي تخفف من الأزمات وتوفر فرص العمل، مشيرا إلى أعمال الجهد الخدمي والهندسي الذي شملت به محافظة الديوانية ومحافظات أخرى من أجل تقديم الخدمات في المناطق غير المخدومة. أعلنت هيئة النزاهة صدور قرار حكم حضوري بحق رئيس هيئة استثمار بغداد السابق يقضي بالحبس والغرامة المالية بأكثر من 2 مليار دينار. وقالت الهيئة أن الحكم جاء لاشتراكه مع عدد من المتهمين المفارقة أوراقهم لغرض شراء عقارات في أحد الأحياء الراقية في بغداد وتسجيلها بأسمائهم. وأضافت أن المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية
وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم. تتوالى مذكرات الاستدعاء بحق مسؤولين بارزين تورطوا بسرقة المال العام، لكن يبقى هذا الملف بحاجة إلى دعم سياسي مطلق للحكومة لرفع الحماية التي توفرها الأحزاب لبعض المتنفذين. أولويات البرنامج الحكومي تعددت وتوسعت لاحتواء الأزمات التي تضاعفت ما بعد العام 2003. محاربة الفساد والعمل على تقنينه خطوات بدأت بعد تشكيل الكابينة الوزارية بأيام من خلال الاستقدامات التي صدرت طلتها تغييرات لمسؤولين في دوائر مهمة. هيئة النزاهة تعمل بشكل دؤوب جدا في كل العراق، يعني وخصوصا نلاحظ نشاطاتها الأخيرة، استخدامات بحق محافظين سابقين ومدراء دوائر، لكن نطمح أنه هاي الاستخدامات بحق سين من الناس، يعني مدير أو محافظ أو مسؤول معين، أنه تصير بالوقت اللي تصير به مخالفة. يعني نتساءل ليش بعد ما يطلع المدير من دائرة معينة يصدر بحقه استخدام. بابل لم تخلو من واجبات النزاهة التي تضاعفت في الأشهر الأخيرة، فالمحافظون السابقون وحتى مديرو البلدية واجهوا تهم الفساد من خلال مذكرات صدرت بحقهم بعد الإخلال بواجباتهم الوظيفية. حقيقة نلاحظ أنه عند انتهاء عمر حكومة معينة لاستلام منصب لمحافظ ما، مدراء الدوائر الحكومية يتم استخدامهم من قبل هيئة النزاهة في المحافظة من أجل التحقيق معهم ببعض القضايا، وأيضا البعض الآخر تم إصدار أحكام قضائية بحقهم نتيجة التلاعب بالمال العام أو هدر المال. أولويات البرنامج الحكومي للسوداني ابتدأت بالقضاء على آفة الفساد، وهذا الأمر يحتم تفعيل دور النزاهة بشكل مكثف، وهو ما بدا واضحا من خلال أوامر الاستقدام والأحكام التي صدرت على العديد من المسؤولين. زيد الشهيب، رابعة، بابل. كشفت وزارة الموارد المائية عن قرب رفع الجانب التركي كميات الحصص المائية المطلقة إلى العراق خلال المدة المقبلة، وتوقع الوزير عون دياب أن ترفع تركيا خلال المدة المقبلة كميات الحصص المائية البالغة حاليا 340 متر مكعب في الثانية، وضمن خطة بين البلدين لمواجهة الشح الخانق الذي يعانيه العراق للموسم الرابع على التوالي. وأشار دياب إلى أن الموارد المائية مستمرة في تأمين إيصال الحصص المائية كاملة إلى محافظات ذئاب الأنهر ومحطات الإسالة المنتشرة على الأنهر الرئيسة والأراضي الزراعية. يطالب عشرات الفلاحين في ناحية العباسية بالنجف الأشرف الحكومة بتوفير متطلبات الزراعة، وتتزامن هذه المطالب مع دعوات أطلقها نواب عن المحافظة بضرورة حل الملف المائي مع دول المنبع. عقدت اليوم هذه الندوة في ناحية العباسية محافظة النجف الأشرف للمطالبة والضغط على الحكومة المركزية وتحديدا على وزارتي الزراعة والموارد المائية بتحديد مساحة كافية لزراعة العنبر حفاظا على البذور من الانقراض. اليوم رسالتنا رئيس الوزراء للحكومه الاتحاديه، احنا اليوم شريحه الفلاحين 60% بالعراق، هاي 60% مصيرها مجهول لحد هالساعه، جفاف، عدم زراعه، حرب للفلاح معلنه بكل الامور. احنا نقول اليوم 50,000 دونم بالعباسيه، هاي ال 50,000 دونم ما زرعتها مو، وفر لي خلنا ازرع البذور، خلنا احافظ على البذور الموجوده بالعراق. وفر لي ماي مال 5,000 دونم حتى ما تروح من عند الاصناف هذه، ليش شنو ذنبنا عن الفلاح؟ شنو ذنبي انا؟ اهاجر عوف ارضي، هاي الارض سنتين الى مزرعه راح اتصحرت. يعني الحصص المائيه اللي تطلق من قبل تركيا وحتى من ايران في قضيه الروافد وغيرها، اكو مظلوميه تجاه بلدنا وبالتالي تجاه شعبنا. أمانة حريصين على الضغط، وهذا الملف هو من مسؤولية ومهام الحكومة، يجب أن تتعامل به بشكل جاد وأن تعامله يعني كأولوية
لأسباب أنه يعني الزراعة يتوفر آلاف فرص العمل، الناس يقوتها. يعني اليوم الموظف من تقطع راتبه وين يروح؟ المزارع اليوم جاي تقطع راتبه معيشته إذا ماكو زراعة. هاي من وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة تأمين حصة مائية لزراعتهم بصنف الشنب في هذه المحافظة. من أمام ديوان المحافظة تظاهر المئات من الموظفين الحكوميين في البصرة مطالبين خلال حديثهم للرابعة مجلس النواب بإقرار قانون تعديل سلم الرواتب وإنصافهم في الموازنة. اليوم البصرة الوحيدة اللي تنباك وتنسلب وتنباك حقوقها الشعب يخضع وشعب قنوع بصراحة، حتى النواب قنوعين، يقول لك البصرة ما تطلع وما تتظاهر، بس البصرة هي الشرارة. مطلب تعديل سلم الرواتب، تعديل سلم الرواتب مطلب جماهيري وبصري خاصة، فإذا ثاروا البصرة ثار العراق. أول خطوة بدأت للمظاهرات والتصعيد بخطواتنا التصعيدية، على اعتبار كنا أجور وعقود ورواتبنا مقطوعة تصل 350-420 وجزرنا أمورنا يعني أسوة بالاستجداء. باي باي الدولة، احنا ما طالعين نريد نسقط الدولة اليوم، وكذاب اللي يقول احنا طالعين نسقط نظام، احنا طالعين نطالب بحق وهذا حق مشروع. اليوم مواطن جاي يشوف الدخل اللي يستلمه، احنا نعرف اكو تفاوت على مستوى، انا اليوم دارس واصل الى مرحله رئيس وزراء، اكيد الراتب يختلف، بس يا اخي مو بهذا التفاوت، مو بهذا التفاوت. موظف يشتغل بالبلديه من الصبح لليل تعطي 170,000، موظف يشتغل بالكهرباء يشتغل معلق عشبه ساعه يطيح ويموت تعطي 200,000. يواصل موظفو دوائر الدولة تظاهراتهم في ميسان للمطالبة بإقرار قانون سلم الرواتب في وقت تقف الخلافات السياسية حائلا دون تمرير القانون. ما أن تنطفئ تظاهرة حتى تعود واحدة أخرى أقوى من التي سبقتها، هكذا هو المشهد للموظفي الدوائر الحكومية في محافظة ميسان الذين يطالبون بإقرار قانون سلم الرواتب. إذا قانون يخصهم هم ويخص الطبقة الخاصة بهم، ما يسهرون عليه، ما يقعدون عليه التالي الليل ويقروه. ليش من توصل الشغلة يم الموظف البسيط؟ هذا الموظف التعبان اللي راتبه ما يكفيه أسبوع، حتى أسبوع واحد، ليش يظلون يماطلون ويانا ويكررون وكتابنا وكتابكم واللجنة ولازم نشكل؟ أدري إحنا نريد نفتهم مثلا هم مشكلين لجنة على صناعة مثلا فشيء إعجازي، قانون شكلها ولجنة عليه وانتهت اللجنة ونهت عملها، ليش لحد الآن؟ ويعد هذا القانون المنقذ للملايين الموظفين ممن يعانون قلة التخصيصات المالية حتى باتت رواتبهم غير قادرة على تلبية متطلباتهم المعيشية، فهو أملهم بإنصاف وإنهاء الفوارق المالية بمرتباتهم. أين العدالة؟ يعني ما معقولة راتب 170,000 وراتب أكثر من 4,000,000، ما معقولة. فوارق طبقية أدت إلى جرائم بالمجتمع، منها جريمة الرشوة، من أهم أسباب شياع جريمة الرشوة بالدوائر العراقية هو سلم الرواتب. خرج موظفي كافة دوائر ميسان مطالبة بتعديل سلم الرواتب العادل، علما أنه سابقا كان محمد إشياء السوداني عندما كان عضوا يطالب بتعديل سلم الرواتب عبر صفحته الشخصية، والآن الكرة في ملعبه فنطالبه ومن ساحة تحرير ميسان بتعديل سلم الرواتب. وما بين مطالبات الموظفين وغلاء المعيشة توقف الخلافات السياسية دون تمرير العشرات القوانين المهمة داخل قبة البرلمان، ولعل أكثر القوانين على تماسا مع الطبقة الهشة وهو قانون تعديل سلم الرواتب الجديد. أنا ما قاعد أشوف هذا الشعب اللي الموظف البسيط اللي راتبه اللي ما يكفي يوم 5 بالشهر 6 بالشهر، يعني ما أعرف هذا، يعني وين هم عن الشعب؟ يعني هو يستلم لفد كذا مليون والشعب يشوفه يستلم تفاليس ما تكفي حتى 10 بالشهر، فهذا يضطر أن الموظف أن يستخدم الرشوة ويضطر أن يأخذ من فلان وفلان حتى يقولهم ماكو فساد. يعني نطلب من عندهم أن يباعون على الشعب هذا ويطبقون سلم الراتب. تظاهرات واعتصامات مفتوحة حتى تحقيق المطالب بسلم راتب جديد يسمح للموظف العراقي عيش حياة كريمة. حمزة حسين، قناة الرابعة، ميسان.
إلى الشأن الدولي أو الأمني، تمكنت القوات الأمنية من قتل 4 إرهابيين وتدمير أوكار ومضافات لهم في حمرين بمحافظة ديالى. بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية ذكر أن صقور الجو بواسطة طائرات F-16 وجهوا ضربة جوية ناجحة في حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى، أسفرت عن قتل 4 إرهابيين وتدمير أوكار ومضافات تابعة لهم. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية الإطاحة بإرهابي يعمل إعلاميا في داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار. وذكر بيان للاستخبارات أن القوات الأمنية ومن خلال نصب كمين محكم في ناحية المحمدي تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء هيت يعمل إعلاميا في عصابات داعش الإرهابية. أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تفكيك شبكة خطيرة للاتجار بالبشر في بغداد. وذكرت الوكالة في بيان أن العصابات المتكونة من 4 أشخاص تم القبض عليها بكمين استخباري دقيق محكم بعد استدراج المتهمين والقبض عليهم بالجرم المشهود في بغداد. قتل وأصيب 11 شخصا بنزاع على تسعيرة المولدات شمالي العاصمة بغداد. وقال المصدر للرابعة أن مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة اندلعت على تسعيرة المولدات الخاصة بهذا الشهر في منطقة الشعلة في بغداد. وأضاف أن المشاجرة أسفرت عن مقتل شخصين بينهم صاحب مولدة وإصابة 9 آخرين. وفي ملف تفويج حجاج ضيوف الرحمن، غادر آلاف الحجاج إلى الديار المقدسة عبر طريق الحج البري. مراسلتنا في كربلاء المقدسة مآثر طالب نقلت لنا الاستعدادات الخدمية والإجراءات الأمنية في سياق هذا التقرير، فلنتابع معا. المرحلة الثانية من مهمة تفويج الحجاج إلى ديار المقدسة بعد النقل الجوي شهدتها كربلاء المقدسة وفي وقت مبكر اليوم، حيث غادر الآلاف منهم عبر طريق الحج البري بمشاركة أمنية واسعة. باشرت الدوائر الخدمية والحكومية في محافظة كربلاء بتقديم الخدمات للحجاج بيت الله الحرام في محطة استراحة الحجاج في مفرق عين التمر الحج البري. هاي الخدمات عبارة عن خدمات صحية وخدمات طبية، وكذلك هناك مساهمة فعالة لكل الدوائر الخدمية في محافظة كربلاء وقضاء عين التمر. العملية لم تبدأ اليوم، بدأت منذ سنوات وإن شاء الله ستستمر على مدى أيام التفويج بشكل مستمر ومباشر. إن شاء الله يعني اليوم زارتنا وفود من محافظة النجف وكذلك من محافظة الديوانية ومحافظات الفرات الأوسط. قامت فرقنا الفنية بتأمين جودة الخدمة وتأمين الاتصالات للأجيال 2G 3G 4G وأيضا حث شركات النقال على التواجد وتقديم خدمات الزبائن من تفعيل خدمة الرومنج، تقديم هدايا وكارتات تعبئة مجانية الحجاج الكرام. إجراءات صحية وطبية رفقت أسطول الحجاج على امتداد الطريق البري الذي زود بمفارز طبية ومحطات استراحة وطعام ونقاط تفتيش بمشاركة تشكيلات مختلفة من الجيش والحشد الشعبية وصولا إلى منفذ عرعر الحدودية. من مدن الزائرين باتجاه سيطرة المشكات ومن ثم باتجاه النخية باتجاه منفذ عرعر الحدودي، قطاعات مشتركة بالواجب واللواء الأكبر لواء 11 ولواء 37 لواء صفين، بالإضافة إلى كافة المعاونيات المستخبارات والطيران المسير والجد الفني الاستخباري تنسيق عالي مع غرفة عمليات كربلاء المقدس لهذا الواجب. تعد كربلاء المحطة الأخيرة التي يقصدها الآلاف من حجاج بيت الله الحرام سنويا في رحلتهم صوب مناسك الحج في المملكة العربية السعودية، فهي تحتفظ بشريط حدودي يعرف بطريق الحج البري يجهز سنويا بخدمات طبية ولوجستية مختلفة. ذاهبين محافظة المثنى إلى الديار المقدسة بيت الله الحرام، والحمد لله والشكر الآن نجد خدمات وأمان
مساعدة. توجهنا من البصرة إلى كربلاء المقدسة صباح يوم الخميس 1/6، من البصرة إلى كربلاء، والحمد لله الخدمات جيدة جدا والأمر شيء طبيعي وشيء سلس، والحمد لله نشكر جميع من قام على هذه العملية من هيئة الحج وجميع وزارات الدولة والقوات الأمنية، نشكرهم شكرا جزيلا. من كربلاء المقدسة مع أثر طالب، قناة الرابعة. أعلنت وزارة الخارجية وصول وزيرها فؤاد حسين إلى تركيا لحضور حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ممثلا عن الحكومة العراقية. وذكرت بيان للوزارة أن رئيس مجلس الوزراء بعث بوزير الخارجية إلى حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليكون ممثلا عن حكومة جمهورية العراق. هذا ومن المؤمل أن يؤدي رئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الساعات المقبلة اليمين الدستوري رئيسا للبلاد لولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات. وأشارت الرئاسة التركية إلى مشاركة 21 رئيس دولة و57 مسؤولا من دول مختلفة في حفل تنصيب الرئيس التركي. يأتي هذا بعد أن عقد البرلمان جلسته الأولى برئاسة دولة بهيتشلي أدى خلالها النواب اليمين الدستوري. وفي فلسطين، أعلنت سرايا القدس استهداف مستوطنة ميراف قرب بلدة جلبون في مدينة جنين بالضفة الغربية. وفي بيان ذكرت سرايا القدس أن إحدى مجموعات كتيبة جنين وفي وقت متأخر من مساء الأمس تمكنت من استهداف مستوطنة ميراف قرب بلدة جلبون بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر، مشيرة إلى أن المقاتلين تمكنوا من الانسحاب بشكل سريع. في السودان، مدد مجلس الأمن الدولي المهمة السياسية للأمم المتحدة لستة أشهر. وفي قرار مقتضب وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان حتى 3 من كانون الأول المقبل. الأمر الذي يعكس اقتصار تمديد التفويض على هذه المدة القصيرة مدى دقة الأوضاع في البلاد. هذا وعادت أصوات القصف المدفعي والجوي تدوي في سماء الخرطوم فجر اليوم مع احتدام القتال في أعقاب انهيار الهدنة بين الدعم السريع والجيش السوداني. وأفادت وسائل إعلام باندلاع اشتباكات وأصوات انفجارات في الخرطوم، فيما أطلق الجيش قذائف المدفعية بكثافة بأم درمان في عدة اتجاهات. كان شهود عيان قد أفادوا بسماع أصوات قصف مدفعي بمحيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في ضاحية أم درمان، كما شهدت منطقة اللامبا غرب الخرطوم معارك بالأسلحة الثقيلة. ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام قطارين شرقي الهند إلى 288 قتيلا وأكثر من 900 جريح. وقع الحادث إثر تصادم قطاري لركاب بولاية أوديشا الواقعة شرقي الهند مساء أمس. ونقلت وسائل إعلام هندية عن مسؤولين بمرفق السكك الحديدية أن القطار الذي انطلق من كولكتا إلى تيشاناي اصطدم بقطار ركاب آخر، مما أدى لحصول أو حصد المئات بين قتيل وجريح. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز عناوينها. لا موازنة من دون اتفاق. أربيل تضع عراقيلها أمام تمرير القانون، والبيت التشريعي ينتظر تحديد موعد التصويت. بأقل من 12 دولار العراق يجود بنفطه للأردن. وعقود الإقليم مع تركيا توقف تصدير الخام عبر جيهان.
لإيقاف تمدد الجفاف. الموارد تكشف عن زيادة إطلاق الحصص المائية من تركيا، وفلاحون نجف الأشرف يطالبون بإنقاذ أراضيهم. تابعتم في النشرة أيضا ضربة جوية عراقية تجهز على 4 إرهابيين في جبال حمرين، والاستخبارات تطيح بإعلامي داعشي في الأنبار. مشاهدينا الكرام، قدمنا إليكم نشرة خبرية تفصيلية من الرابعة. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.